أهلا بحضراتكم، وخلينا نقف أكثر على هذه التصريحات التي أطلقت من رأس النظام مؤخرا بشأن المسلمين والدين والعقائد. وبينضم إلينا عبر سكايب دكتور محمد الصغير، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومستشار وزير الأوقاف السابق. دكتور محمد، مرحبا بحضرتك، وإيه رأيك في حديث السيسي عن أننا مسلمين بالبطاقة ودعوته لأن إحنا لازم نراجع عقائدنا من جديد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها عبد الفتاح السيسي للحديث عن تغيير العقائد أو تبديل الثوابت، إنما الذي يتابع أكثر خطابات عبد الفتاح السيسي لا سيما في المناسبات الدينية يعرف أنه دائما ما يتعرض لثوابت أو يتحدث عن عقائد، والأمر تعدى مرحلة ما كان يقال عليه زلات لسان أو فلتات أثناء الكلام. فالأمر الآن تخطى مرحلة حضرتك يا رب أو اللي ما يرضيش ربنا إحنا معاه وهندعمه، وإنما بيطالب دعوة مبطنة للإلحاد ودعوة مبطنة للشك في الأديان. هذا الذي تحدث به عبد الفتاح السيسي هو غرس لبذرة الشك في التدين الموروث. التدين الموروث فطر الله الناس عليها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولكن الذي لفت نظري في مداخلة السيسي أنه تحدث عن الديانة المسيحية وعن الإسلام ولم يتعرض لذكر الديانة اليهودية. ما الذي لفتك في هذا؟ نعم، ما الذي لفتك تحديدا في هذه النقطة؟ اللافت انه معروف الاديان السماويه المعروفه في مجتمعنا الشرقي هي اليهوديه اول الديانات المعروفه، ثم المسيحيه، ثم الاسلام. فكل حديث يقتصر فقط عن المسيحيه وعن الاسلام وكانها انا اشعر وكانها لفت لانظار الناس لترك الحديث عن المسيحيه الموروثه أو الإسلام الموروث والنظر في الديانة الثالثة. طيب، فيما يتعلق بهذه النقطة، بعض الناس هيقول دكتور محمد أنه هذا واقع، يعني بعض كثير من المسلمين بالفعل هو يكتفي بفكرة أنه هو مسلم في البطاقة وهو لا يلتزم بأحكام الإسلام لا في خاصة نفسه ولا في من حوله، وبالتالي مثل هؤلاء مخاطبون أيضا بفكرة المراجعة الدائمة، وأنه فكرة المراجعة من حيث المبدأ ما الإشكال فيها يعني؟ الإشكال في أمرين. أمر الأول أنها صدرت من غير مختص ومن شخص، لو أخذنا كلمات السيسي عن الدين الإسلامي أو عن الشريعة الإسلامية وعرضناها على باحث أديان متخصص، وأنا دكتوراه في الأديان والمذاهب بالمناسبة، لو عرضنا كلمات السيسي على باحث متخصص متجرد في الأديان وتاريخ الأديان سيخرج بنتيجة واحدة لا ثانية لها، أن هذا الرجل يعادي الشريعة الإسلامية ولا يحب ذكر الديانة الإسلامية من قريب ولا من بعيد، بداية من محاربة ملصق النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء بتغيير شريعة الطلاق التي شرعها الإسلام، الطلاق الشفهي أو تغيير سن الزواج. ده الأمر الأول، فالنصيحة جاءت من غير ذي صفة، وإن اعتبر نفسه كبير الفلاسفة ولا زعيم هو لازم النصيحة تبقى من ذي صفة؟ يعني هل فكرة التواصي بالحق والتواصي وأدنى الدين النصيحة، هل يجب أن يكون عالم الدين هو الذي ينصح أم هو حق لكل المسلمين؟ أدينا فرصة أقول الحاجة الثانية. الأمر الثاني، لا رد لي على دي الأول. ماذا سؤالك؟ انه اليس الدين النصيحه، اليس كل شخص يعني مخول بان ينصح، ولا لازم النصيحه تاتي من عالم دين كما تفضلتم؟
النصيحة لما تكون في الدين كيف أقبلها من رجل قتل الناس وهي تصلي صلاة الصبح وهي في السجود؟ النصيحة في الدين كيف أقبلها ممن اعتقل النساء ولازالت المصريات معتقلات عنده حتى الآن؟ النصيحة في الدين كيف أقبلها ممن اعتقل إلى الآن ما يزيد عن 100 مليون مصري؟ النصيحة في الدين كيف أقبلها ممن يصدر أحكام الإعدام بالجملة؟ في إعدام جاءت أحكام بالملية على رجل نصراني مسيحي. كيف أقبل نصيحة في الدين ممن اتهم أحد دعاة الأوقاف وهو كفيف البصر بتهمة وقضية أنه قناص؟ هذا الذي جعلني أقول أنها صدرت من غير ذي صفة. نعم. أما النقطة الأخرى؟ النقطة الأخرى حضرتك بس تاني. طيب، في تقدير حضرتك إيه الغرض من إطلاق مثل هذا النوع من الدعوات؟ يعني تداعياتها إيه؟ يعني لما تأتي هذه الدعوات بهذا الشكل في هذا التوقيت وتأتي تهدف ربما كما تفضلتم إلى تشكيك المسلم نفسه في عقائده، ما الهدف منها وما تداعياتها؟ الهدف أنا أعلنته مبكراً وما زلت مصراً عليه أنه عبد الفتاح السيسي عنده مشكلة مع الإسلام عقيدة وشريعة، ليست مشكلة عبد الفتاح السيسي مع تيار الإسلام السياسي، ليست مشكلة عبد الفتاح السيسي مع جماعة الإخوان المسلمين أو مع حزب من الأحزاب، وإنما مشكلة عبد الفتاح السيسي مع الإسلام نفسه. وقد كان صريحاً يوم أن دخل إلى انتخابات الرئاسة لا يحمل رؤية سياسية ولا مشروعاً اقتصادياً، ورجل بيعتبر دراسات الخبرة خطأ، ومع ذلك أعلن شيء واحد فقط، قال أنا مسؤول عن دين المصريين. ويبدو أن هذه المسؤولية مسؤولية تغيير وتبديل وتشكيك. طيب، بعيدا عن دعوات السيسي وتصريحاته، هل في تقدير حضرتك دكتور محمد بالفعل هناك حاجة لدى الشعب المصري إلى أن يراجع دينه في الكثير من المسائل بغض النظر عمن يطلق هذه النصيحة؟ لكن هل هذا النصح في محله فعلا؟ وهل الشعب المصري بحاجة إلى أن يراجع دينه وتصوره وأن يعيد صياغة مفهومه في العقائد وما إلى ذلك، أم أن هذا غير صحيح بغض النظر حتى لو كان من يقول؟ هذا السؤال ممتاز لما ذكرنا بالنقطة الماضية، لأن فيها الإجابة عليه. أولا، في فرق بين المراجعة والتشكيك، في فرق بين أن آمر بالتوبة والرجوع عن التقصير وأن أطلب. أننا السيسي له مقولة وكلامه يفسر بعضه بعضا لأنه طلاسم، كان يقول أن احنا لابد نخرج من الإطارات الدينية ونطلع براها علشان نعرف نحكم حكم صحيح. الخروج عن الإطار الديني هذا مصطلح الشرعي اسمه الردة، ففي فرق بين الدعوة إلى الردة والدعوة إلى التوبة، في فرق بين الدعوة إلى المراجعة وإلى معاتبة النفس واتهامها، وفرق بين التشكيك في الدين. أنا أقول أنه انقلاب 23 يوليو 1952 جاء بتأميم الأوقاف وجاء بإلغاء القضاء الشرعي والسيطرة على الخطاب الديني. أما انقلاب 3 يوليو 2013 فهو يكمل ويجهز على ما تبقى من الإسلام من خلال تأميم الإسلام نفسه، بدليل أن السيسي بيقول ما تسمعوش حد غيري. وما يقوله السيسي الآن ليس جديدا علينا، كل من طالع كتب التفسير أو له دراية بعلوم الشريعة يعلم أن الحافظ ابن كثير شيخ المفسرين وهو يتحدث عن قوله تعالى في قصة فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، قال الحافظ رحمه الله ما حكم أحد مصر إلا ودخل في نفسه كبر وفرعنة من حكمها. فنحن الآن قريبا ربما نسمع من عبد الفتاح السيسي ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد.
والعياذ بالله. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد الصغير، عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومستشار وزير الأوقاف السابق. وهي فعلا دي يبدو أننا فاضل لنا فعلا زي ما قال دكتور محمد الصغير، لم يكد إلا أن نصل إلى هذه النقطة بالفعل.